نسبة رضاك لمشيبوب على ما تحقق في المئوية من نتائج رياضية؟ حق معناها واحد ما نجمش يحلم في موعد تاريخي مثل المئوية أنه يحصد كل هذه الألقاب. يعني أنك تكون جاهز في موسم المئوية تكون بطل تونس وفي نفس الوقت تاخذ البطولة الإفريقية اللي الإنسان ما يتحققش عليه، ما يفوز بالبطولة الإفريقية بطريقة عادية وسلسة وبدون مشاكل، يعني صعيبة برشا راهي البطولة. هو بين 94 و 2011 17 سنة قعدت الرجي باش يعاود يفوز، ريال مدريد قعد 35 سنة. وشوف انت الفرق الأوروبية قاعد الوقت يمر والفرق الكبيرة بعيدة برشا، معناها على بقدر ما هي كبيرة بجمهورها في بلادها بقدر ما هي اسم كبير في عالم كرة القدم العالمية، ما هوش من السهل بتلقى روحك في دور نهائي في تشامبيونز ليج وتفوز. احنا اليوم الكرة الإفريقية راي تطورت، الفرق الكونغولية تقوات، الفرق الجزائرية، الفرق المغربية، الفرق المصرية، جنوب أفريقيا، ومع ذلك الترجي والحمد لله موجود. أنا ديما نقول باش جمهور ترجي يبقى عاقل، يبقى جمهور ترجي يبدأ سقيه معناها على القاعة وراسه على كتافه ويشجع الفريق متاعه. عاقل بمعنى الرزانة، الرزانة يعني الطموحات متاعنا دايما متجدة، ما قلناش احنا شاركنا وفزنا وبطلنا، لا احنا دايما، لكن كي نخسروا نعيدوا الكرة، كي نخسروا ما نحطموش الشيء اللي بنيناه. انا نقول انه الترجي الموقع متاعه دائما في الاربعه المترشحين للدور النصف النهائي، من بعد ضربه حظ او اي شيء هو يقول لك يتلعبوا على تفاصيل دقيقه وصغيره برشا، دومي فينال فينال، هو فريق اذا كان وصل يلعب نصف نهائي قادر باش يهز البطوله، فما بالك انه يلعب النهائي. انا نحكيو على الشامبيونز ليغ، معناتها تعتبر انه بشكل عام المئويه من الجانب الرياضي كانت ناجحه جدا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ما نجمش يسبغ ميو معناها. مش بشكل عام اللي حققناه من الصعب انه يتعاود، ومن الصعب انه فرق اخرى تحقق في المئوية متاحة اللي حققوا الترجي على الصعيد الدولي. ناخذوهم حتى الفرق الأوروبية اللي في المئوية متاع ميلان أو في المئوية متاع الانتر ولا متاع برشلونة مش متحقق اللي هم باش يلعبوا دور نهائي ويفوزوا معناها بالبطولة في بين ديسمبر وجانفي، ستة شهور دو تشامبيونز ليغ يفوزوا في مناسبتي. قادر الترجي من الفوز برابطة أبطال الثالثة على توالي، نحن على أبواب تقريبا الترجي الرياضي التونسي ضمن ترشحه للربع النهائي تقريبا في ماي توا بشهرين ثلاثة شهور قالوا في ماي. ماناش مطالبين باش نفوزوا، احنا باش نلعبوا. ما تحطوا ما نحطوش على رواحنا الضغط، يلزمنا الثالثة ويولي ضغط علينا كبير وضغط على المدرب وعلى اللاعبين وعلى رئيس الجمعية. تولي أوبسيسيون كما صار قبل. احنا موجودين ومترشحين ومتأهلين وعنا فريق وقاعدين نمشيو بالخطوة بالخطوة. كان جات الشامبيونز ليغ مرحبا بها، باش نقولوا لها لا احنا